يلا يلا يلا. مرحبا. اهلا. نعم. اهلا اهلا. شو مرحبا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ ما عم اسمعي. مين حضرتك؟ مين انا؟ ايه انا المياوين. مياوين شو؟ مياوين جاب الكهرباء. يلا دقيقة بس عيط لو شاب. دقيقة عيط لو شاب. عباس عباس حبيبي. لك شو فيه؟ جيب الكهرباء قريب. شو بكون عم تصرخوا هالقد طاشين الدنيا؟ روحي انت وقفيني لابسيني نص كام. مرحبا. نعم. مرحبا مرحبا. لك طيب منيح ليه عم تصرخ؟ ما عم بسمعك. وانا ما عم بسمعك كمان. بتبرج بابي اللي قاعدين هون. شو؟ روق شوي. لك يا رولا رولا. شو حبيبي؟ لك طفيلي هالسشوار له ساعتين ثلاثة داير لحاله. طيب. ثلاث ساعات السشوار داير. عفرت صحبة. شو خيمين شو قلت؟ أنا جايب الكهرباء. شو؟ الكهرباء الكهرباء. لحظة صغيرة يا خيي. رورا. نعم. لك هاي الغسالة على شو عم تحر هالعار؟ يا عمي عم تنشف. شو عم تنشف؟ حطت عم تنشف إلى 12 ساعة دايرة معقولة الآن؟ كيف؟ لك الغسالة شو؟ غسالة 12 ساعة؟ الحمد لله ماشي الحال. شو عم تغسلوا البنايه انتو؟ لحظه صغير. خلص رورو هلا بحكيكي. شو بدك هلا؟ مش شاهين عباس؟ شو؟ شاهين ابراهيم عباس؟ اي لحظه صغيره رورو. لك نعم. لك شو هالعصاره والتلفزيون؟ لك وقفيني طفيني كل شيء بقى حاجي، مش عشان تحكي لي البيت بهالقصص يا خيي. طيب طيب يلا. اوش كيف حكيتني شيء؟ لا حكيتك شي بس انطوشت. شو هلا؟ شي؟ بعد في صوت. صوت هذا بيكون هداك من الأوضة الثانية. تفضل. شو هدا؟ عم بحث صوتي أنا وأحكي معك. شو ها؟ هاي فاتورتك يا أستاذ عباس إبراهيم شاهين. عن قديها؟ هاي عن هيدا الشهر بس. عن شهر واحد؟ إيه. والله قرا لي إياها أنا ما عم بعرف شوف. طالعة 6,225,000. أنعم وأكرم. عمين الستة مليون؟ عليك؟ عشو على 6 مليون علي؟ عشو؟ عشو؟ والله ما بعرف عشو. معمل الزوع عم بيشتغل كرمالك مبين. لك يا خي عشو 6 مليون بالشهر؟ انت لحالك هاي. معمل الزوع بس كرمالك عم بيشتغله. هلا عم فكر نحول لك الزهرانة. شو هيدا؟ ما في آلي ما تركها دايرة عندك بالبيت. شو قصتك؟ ساعتك مثل ميسي عم تغزل. ساعتي مثل ميسي عم تغزل؟ ما عم نلحقها. لو خلصني بقى 6 مليون. شو شغلتكم تشفطوا انتم مصاري من العالم بس شفط؟ نحن عم نشفط. انت اللي نزل شفط بالمعمل. هلا ما في دور الواحد بريز كهرباء؟ بريز كهرباء؟